Good morning, everybody. Today we are going to learn a very, 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 probably too important part from geometry. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem دي على فكرة الجزء ده يعني قلت لكم من هنا لبكرة إنه مهم مهم جدا. هيفضل ماشي معاكم طول حياتكم. هحل لكم مسائل الجيومتري كتيرة جدا. ومع ذلك very simple. سهل جدا. بسيط جدا جدا جدا. Pythagoras ثيوم. وارجع تاني يا ولاد افكركم في فرق بين كلمة ثيوم وثيوري. ثيوم ان انا نبقى في كلام مكتوب واقدر ان انا ايه with proof. ثيوري ان انا اقدر ان انا اكتب الكلام بس without proof. تبقى من غير without proof. بتبقى حاجة مسلم بيها، حاجة حتى بالعربي اسمها مسلمة، يعني ايه ثيوري دي يعني مسلمة، يعني شيء مسلم بيه، ما اقدرش ان انا اعمل له ايه proof. انما ثيوم دي اللي لها ايه يعني نظريه اتقامت على ايه على افكتس على فاكتس على حقائق وعلى ايه وعلى حاجه ان انا اقدر ان انا اعملها ايه ستيبس. بيثاغورس ده جه عمل لنا قال لنا ايه اتكلم بس عن الرايت انجل تراينجل. هو حل لنا مشكله الرايت انجل تراينجل ان انت لو عندك تو سايد تعرف تجيب الثيرد. طب ازاي؟ طبعا احنا عارفين بيثاغورس ده كان قاعد فاتح شباكه على الحته دي بيفتحها على مين؟ على حاجه اسمها هايبو تينيوس. يعني ايه الهايبوتينيوس؟ ذا لونجست سايد ان ذا رايت انجل تراينجل. احنا عارفين ده اسمه ايه؟ رايت انجل تراينجل. تمام؟ ايه هو رايت انجل تراينجل؟ ات هاز ها تو ات هاز تو اكيوت انجل اند وان رايت. ذا جريتست انجل ان ذا رايت انجل تراينجل ايكوال 90 ديجري. ذا جريتست انجل ان ذا رايت انجل تراينجل ايكوال 90 ديجري. طيب الرايت انجل تراينجل في ايه 2 اكيوت انجل بلس 1 ايه 90. طبعا احب افكركم بس ان they are at least 2 اكيوت انجل in any triangle 2 اكيوت انجل. اي تراينجل في 2 اكيوت والثالثه دي بقى اللي بتختلف هي تبقى اكيوت تبقى اكيوت انجل تراينجل تبقى رايت رايت انجل تراينجل تبقى اوبتيوس يبقى اوبتيوس انجل تراينجل. اوكي احب بس كنت اضيف المعلومه ديت لكم عشان تبقوا انتوا عارفين. طيب بيثاغورس ده التلخيص بتاعه بيقول ايه؟ بيقول ان انت عندك ده الهايبوتينيوس. يبقى الهايبوتينيوس لو انت عايز تجيبه الهايبو ده عباره عن ايه؟ قال لك الهايبوتينيوس باور 2. تمام؟ عباره عن سايد باور 2 بلس سايد باور 2. انا حبيت بس اعملها لكم كده ايه؟ بالكلام. طب لسه مش فاهمين. بيثاغورس قال لي اني في الرايت انجل تراينجل اهو لو انت جيت لو ده مثلا 3 سنتيمتر رسمت عليه سكوير ايتش سايد ها ب 3 ادي السكوير. تمام؟ اوكي؟ ودوت 4 سنتيمتر ورسمت برضو عليه ايه؟ ادي سكوير. تمام؟ حبايبي حلوين يركزوا معايا في الحته دي معلش يا ريت طبعا بس معايا كنت عايز اظبط سنه. تمام؟ انت حتى لو عملتها انت لو عملتها كاكتيفيتي في البيت معاك جبت كراسه جراف اهي زي اللي انا جبتها معايا كده كراسه جراف زي دي وجراف ورسمنا كده 3 كده 4 وجيت عملت الايه الهايبوتينيوس بتاعك وعملت الايه الريكتانج السكوير بتاعك هيطلع لك نفس الصم بتاعك انت نفسك هتشوف معايا. تمام؟ هنا لما قال لي ادي لما اجيب الاريا بتاعته الاريا عباره عن ايه؟ 3 باي 3 و 3 باي 3 ايكوال ايه؟ 9 سنتيمتر سكوير. طيب وهنا الاريا بتاعت دي كام؟ لينس باي لينس يعني 4 باي 4 اللي هي 16 سنتيمتر سكوير. 9 بلس 16 بكام؟ 9 بلس 16 ايكوال 25 سنتيمتر سكوير. لما جه عدينا ده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 طلعت 25 ما طلعتش. يبقى sum of two area بتاعت الـ square equal الـ area بتاعت الهايبوتينيوس الـ square on the hypotenuse. وده بيثاغورس كان بيقول لي كده. طبعا مكتوب عندك في الكتاب وبالمناسبه هو راسم لك الصوره بتاعته.
تمام بيساجو سيان انزايد انجل تريانجل اهو انزايد انجل تريانجل الاريا اوف ذا سكوير دون اون ذا هايبوتينيوس السكوير اللي انا هعمله بقى هنا لما اعمل سكوير تمام يطلع لي ايه ده المفروض اللينس بتاعه يطلع لي 5 طبعا زمان لما كنا بنرسمه لما كنتوا انتوا صغيرين في جريد 4 كنا نرسم لكم 3 و4 كنا نقول لكم ده 5 تقولوا ايه ده؟ ايه السحر ده؟ ما كانش سحر كنا احنا بقى دارسين بايثاغورس جيتوا انتوا دلوقتي فهمتوه اخوكوا الصغير ولا اختكوا الصغيره وهي قاعده بتذاكر ولقيت 3 و4 انتوا تقولوا من نفسكم 5 هتبقى برضه انتوا بالنسبه لكم تبقوا انتوا ماجيك لهم تمام؟ يبقى 3 4 ودي 5 تمام؟ يبقى انزايد اند تايم الاريا بتاعت السكوير دون اون ذا هايبوتينيوس ايكوال سام اوف تو ارياز معلش الحته دي برضه عايزه اقول لكم عليها ركزوا فيها قوي في فرق لما اقول خدوا بالكم من الكلمه دي السم اوف تو سكويرز والسكوير اوف سم ايه ده؟ اه السم اوف تو سكويرز يعني انا عملت ايه؟ ادي السكوير وادي السكوير وبعدين عملت السم انما السكوير بتاع الصم ان انا عملت الباور 2 للصم اوكي لازم تاخدوا بالكم من التو ديفينيشن دول معروف يعني دول مهمين جدا الصم اوف تو سكويرز اهو دي موجوده عندك الصم اوف ارياز اوف سكويرز الصم اوف تو سكويرز وسكوير اوف صم تمام طيب عايزين بقى نصيغها بطريقه ماثيماتكس ازاي ادي اهو رايت انجل تريانجل ادي الـ A B C حبايبي الحلوين الشاطرين يبقوا عارفين ان F الميجر للانجل B ايكوال 90 ديجري تمام يبقوا عارفين كده على طول في الحته اللي انا هقولها دي therefore ان A B باور 2 بلس B C باور 2 ايكوال ها ايكوال مين؟ A C باور 2 ولازم بقى تبقوا انتوا عارفين حته حلوه قوي عايزه اضيفها لكم بس عشان تبقوا انتوا عارفينها الايه الار ده الار ده معناه ايه؟ اف اونلي اف عشان دي انت هتاخدها في بيب 2 يعني ايه اف اونلي اف؟ لو انت كان عندك دي لو انت كان عندك دي ب 90 تمام؟ لو انت عندك دي ب 90 يبقى الهايبوتينيوس اللي هو بتتفتح عليه الهايبوتينيوس باور 2 عباره عن اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2 لو انت كان عندك ان ده باور 2 عباره عن ده باور 2 بلس ده باور 2 يبقى ده 90 ديجري تمام وده برده هيتبنى عليه اهم درسين عندك في بيب 2 ايه هو ان انت هتاخد الكونفرس بتاعت البايثاغورس ثيوم وكمان هتاخد الكلاسيفاينج بتاع مين الكلاسيفاينج بتاع الايه التراينج ان انت يبقى عندك السايز وتقول لي هو ده رايت ولا اكيوت ولا اوبتوس انجل تراينج اوكي انا برده حبيت ان انا اقول لكم الحته دي عشان تاخدوا بالكم منها حبيت اقول الحتتين دول عشان تاخدوا بالكم منها جدا السم اوف تو سكوير وسكوير اوف سم اوكي طبعا نركز قوي على الورقه دي عشان الورقه دي مهمه جدا 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 معايا ناخد تطبيق مباشر انا ما بحبش تحفظ قانون انا احب ان انت تفهم طيب عشان تفهم وزود ريبيتنج عاملين زي ببغانات نقول وخلاص لا انا عايزك تبقى فاهم احنا بنشتغل ازاي انا عايز اقول لك الفيموس بتوع البايثاغورس بايثاغورس على فكره عمل فيموس لينسز لو انا بقى هديك انت الديكشنري بتاعه لو انت كان عندك 3 و4 2 سايدز يبقى الهايبوتينيوس بتاعهم دايما 5 لو انت كان عندك هنا 6 و8 يبقى الهايبوتينيوس 10 لو انت كان عندك هنا اهوت 12 و5 الهايبوتينيوس بتاعهم بيطلع 13 انا بس بديك ايه؟ بديك حته كده عشان تبقى انت فاهم دول الفيموس بتوعهم دايما دولت المشاهير من بتوع ايه؟ بتوع بايثاغورس في كمان لو انا كنت قلت هنا 12 و16 برضه هيبقى كام؟ 20 اقعد كده بينك وبين نفسك شوفهم دي هتبقى دي عشان اثبتها لك بس دي 144 لو عملت ده باور 2 ودي هتبقى باور 2 هتبقى 16 باي 16 هتبقى 216 ثواني هتبقى 256 اوكي السميشن بتاعهم هيطلع لك كام؟ 400 لو جيت خدت السكوير روت طبعا احنا واخدين السكوير روت واخدينه في الالجبر تمام يعني ايه السكوير روت؟ ان احنا بنشوف ان نمبر باي اتسيلف ويديني ايه؟ ويديني 400 نمبر باي اتسيلف ويديني 400 اللي هو مين؟ اللي هيطلع لي 20 السكوير روت بتاع 400 هيطلع لي مين؟ 20 انا حابب برضه ان انا ايه اقول لك بحيث يبقى انت عندك خلفيه بالفيموس بتوع مين؟ بايثاغورس ثيوم
انت عايز التو سايد يبقى الهايبوتينيوس بتاعهم بكام؟ ناخد كده مسألة بسرعة وخلاص. ناخد مسألة عليه بسرعة معايا وخلاص عليه. المسألة بتقول لي ايه؟ بصوا معايا دي. هناخد معايا أصعب حتة اللي هي بيج. مش هنقول أصعب يعني عشان بس ايه فكرتها انتوا بالنسبة لكم بتبقى الدنيا صعبة شوية. طبعا المسألة الأولى كلكم شاطرين تعرفوا تحلوها، مديني الهايبوتينيوس ومديني سايد، عايز السايد الثاني، هنعمل هايبوتينيوس باور 2 ماينس السايد هيديني السايد، هتجيب السكوير روت خلاص جبنا السايد. تمام؟ طيب أنا لو عايزة ناخد نمبر 2 اكسرسايز نمبر 2 بيج 74 اكسرسايز 2. طبعا قلنا أول حاجة إن احنا نرسم الرسمة بتاعتي. بصوا معايا بقى عشان تبقوا انتوا حبايبي الحلوين يعرفوا يرسموا. ادي الوايت انجل تراينجل، وعلى فكره المهم لو كنت امسك كوره طبعا عشان ترسم وايت انجل تراينجل كده بالمنظر ده تعمل سمول وده يطلع بيك هيديك على طول وايت انجل. تمام؟ ده اكس واي زد وده ال، ده 7 سنتيمتر وده 24 سنتيمتر. اوكي؟ هو عايز قلنا نرسم اول حاجه الرسمه في نص الصفحه بتاعتي واكتب الجيفن بتاعي. تمام؟ واكتب الريكوايرد، هو هنا ريكوايرد تو فايند. تمام؟ الجيفن بتاعتي ان انا عندي مين؟ عندي الميجر بتاعت الانجل ال ايكوال الميجر بتاعت الانجل واي ايكوال 90 ديجري، وعندي كمان ان الاكس واي ايكوال 7 سنتيمتر، وعندي الواي زد ايكوال 24 سنتيمتر، والاكس ال ايكوال اكس ال اكس ال ده 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر. تمام؟ عايز اللينس، فايند اللينس اوف ها اكس زد وال زد. تمام خالص، حلو خالص، سهله جدا جدا جدا. طيب انا بالنسبه لي هنا التو سايد موجودين هعرف اجيب الهايبوتينس. طيب عشان تحلوا مساله بايثاغورس لانها سهله جدا كتبتوا فيها في المايك حبايبي الحلوين الشاطرين هيكتبوا كلمه ايه؟ ادي الجروب بتاعنا. تمام؟ هقول له سنس ان الميجر اول حاجه يا ريت يا ريت تحدد التراينجل بتاعي. اول حاجه يا ريت تحدد التراينجل اللي انت بتتكلم عنه. يعني انت عندك تو تراينجل، مش احنا شايفين ان انا عندي تو تراينجل؟ لا حدد الاول التو تراينجل. هقول له سنس ان التراينجل اول واحد انا هتكلم عنه مين؟ اللي موجود فيه حاجتين. ما هو دايما لازم تبقى عارف حاجه، لما تبقى عايز ثلاث حاجات يعني عندك عايز حاجه ما عندك تراينجل لازم يكون عندك تو سايد عشان تجيب التالت. اوكي؟ فانا مين اللي عندي؟ ده مع في التراينجل ده ما عنديش الا 15 بس. انما في التراينجل ده عندي تو سايد دول اشتغل عليه الاول. يبقى التراينجل مين؟ اكس واي زد الميجر للانجل واي ايكوال كام؟ 90 ديجري. يبقى مين؟ هايبوتينيا الساكن دي هنا. طالما هايبوتينيا الساكن هنا ياخد مين؟ الضلعين بتوعه اللي هم مين؟ زي 4 يبقى الاكس واي باور 2 بلس الواي زد باور 2 ايكوال اكس زد باور 2 اللي هم التو سايد الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده ايكوال الاريا بتاعت مين؟ الهايبوتينيوس. طيب يبقى ده ايه؟ 7 باور 2 بلس 24 باور 2 ايكوال هتبقى كام؟ هتبقى طبعا تعالوا بقى حبايبي الحلوين انا ما بحبش استخدم الكالكوليتر انا قلت لكم الموضوع ده قبل كده. طب هنعمل ايه؟ هنقول 24 باي 24 4 باي 4 16 اوكي 1 2 باي 4 8 1 9 بلس 0 2 باي 8 2 باي 4 ايكوال 8 2 باي 2 ايكوال 4 اعمل سميشن يبقى 6 هتبقى 7 انت كي 1 يبقى 576 اوكي يبقى 576 بلس ال 49 نعمل سميشن تبقى 5 كي 1 هتبقى 2 كي 1 6 625 بتاع مين؟ الاكس زد باور 2. تمام؟ أنا عشان أعرف دي برضه هقول لكم على حاجة وزود كالكوليتور، حاجة كده برضه عشان بس إيه بس ما تضايقوش منها. لو لاحظتوا جريد 4 دي أهم شيء كانت أنتوا عديتوا عليه. فاكرين الفاكتورايز؟ يبقى 625 ديفايدد 5 تبقى 1 2 5 5 2 5 5 5 5 1. فاكرين الفاكتورايز؟ باخد من كل 2 سيميلر باخد منهم كام؟ 1. يبقى 5 باي 5 يبقى كام؟ ب 25. يبقى الإكس زد الاكس زد نقول الاول هنا نجيب السكوير روت بتاعتها عشان شيل بص بقى عشان تبقى برضه عارف الحته دي قوي الحته دي مهمه جدا
شلت الباور 2 حط سكوير، شلت الباور 2 حط السكوير، او شلنا الباور 2 اهو حطينا هنا السكوير، تبقى ايكوال 25. المفروض برضو حته مهمه، المفروض شلت الباور 2 احط بوزيتيف او نيجاتيف، واحنا مش عارفين، عارفين طبعا بوزيتيف او نيجاتيف، عارفين ان النيجاتيف ده ايه؟ ريفيوزد، مرفوض، لان ما عنديش لينس ايه؟ نيجاتيف. لازم تكونوا انتوا عارفين برضو، عشان تكونوا انتوا عارفين دي، ان شلت باور 2 حطيت بوزيتيف او نيجاتيف روت، عشان برضو يكون الكلام ايه؟ يكون الكلام دقيق. اللينس ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش نيجاتيف، عشان كده هو ايه؟ ريفيوز. يبقى 25 سنتيمتر. اوكي؟ كده انا خلصت المساله؟ لا، انا خلصت نصها. فاضل لي ان انا اجيب مين؟ فاضل لي اجيب مين؟ اجيب اخر حاجه اللي هو مين؟ ان انا اجيب الساين. انا خلاص خلصت التوانجل ده، اخش على التوانجل ده. التوانجل ده انا جبت منه مين؟ اكس زد. بقى عندي الهايبوتنيوس وعندي سايد، اعرف اجيب السايد تاني ولا لا؟ هقول له سنس التوانجل مين؟ ال اكس زد. ادي الرسمه وادي بقيه المساله وادي بكملها هنا. ادي التوانجل ال اكس زد. الميجر للانجل ها ال ايكوال 90 ديجري. زي فور ها. المفروض ان انا بقول له مين؟ انا عايزه سايد اللي هو ال زد باور 2، صح كده؟ يبقى الهايبوتينيوس اللي هو الاكبر، لاني انا هكتبه برضه حته هنا عشان تكونوا انتوا عارفينها. ذا هايبوتينيوس از ذا لونجست سايد ان رايت انجل تايم. تمام؟ يبقى الهايبوتينيوس از ذا لونجست سايد. تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى ال زد باور 2 عبارة عن ايه؟ عبارة عن الهايبوتينيوس اللي هو زد اكس باور 2 بلس ماينس. هنا ايه؟ ماينس. ليه؟ لان انا هجيب سايد. لو هجيب سايد يبقى نعكس ايه؟ يبقى نعمل تشينج للساين بتاعتي، زي الايكويشن، زي جزء الايكويشن اللي احنا شرحناه مع بعض في الالجبر. تمام؟ يبقى مين؟ ال اكس باور 2. تمام؟ طيب يبقى ال زد اللي انا عايزاها باور 2 ايكوال زد اكس اللي انا لسه كنت جايباها دلوقتي اللي هي كام؟ 625 ماينس ها ال اكس اللي هي 15 باور 2. 15 باور 2 اللي هي 15 باي 15. تعالوا نفتكر تاني مع بعض وزود كالكوليتر. لو لاحظتوا كل شغلنا وزود كالكوليتر. 5 وكاي 2 1 باي 2 1 باي 5 تكوال 5 بلس 2 تبقى 7 بلس 0 تبقى 5 1. ادي 5 2 يبقى 225. يبقى 625 ماينس 225 ايكوال ها تبقى كام؟ ادي 004. فاكرين كنا بنعمل ايه؟ يبقى ال ال زد شلنا الباور 2 يبقى بوست اوف نيجاتيف روت 400. طبعا النيجاتيف ده ايه؟ ريفيوز. النيجاتيف ده ايه؟ ريفيوز، عشان ما عنديش ايه؟ ما عنديش لينس للنيجاتيف. ايكوال 20 سنتيمتر. طبعا عشان افكركم تاني، افكركم بقى بيها، ال 400 دي عباره عن ايه؟ مش عباره عن 4 باي 100، بناخد من كل 2 0 ايه؟ 0 1، مش باخد من كل 2 سيميلار 1. اه وال4 عباره عن 2 باي 2، خدت منها 2 يبقى 20. تمام؟ عايز تعمل فاكتورايزيشن اهو، فاكتورايزيشن برضه لل 400. ادي 400 اهي، الفاكتورايزيشن بتاعتها ديفايدد 2 يبقى 200، ديفايدد 2 100، ديفايدد 2 هتبقى 50، ديفايدد 2 25، ديفايدد 5 5 5 1. باخد من ايه؟ من كل 2 سيميلار 1. ادي 5 ادي 2 و2 و5. 2 باي 2 4 باي 5 20. اوكي؟ I am pleased to meet you. يعني كنت فرحانه جدا معاكم بجد بجد، واتمنى ان الشرح يكون وافي للجزء ده. بس يا ريت يا ريت كله يهتم بكتاب المدرسه، يا ريت يور بوك. انا عايزه all problems، كل المسائل تتحل، يا ريت وتلتزم بيهم جدا. وانا هتواصل معاكم على الواتس، اي استفسار اي حاجه انتم محتاجينها انا فاتحه الواتس بتاعي على طول. اي حد هيستفسر عن اي حاجه انا معاكم. حلو واشتغل وانا معاك، وما تقلقوش خالص، هي ازمه وهتعدي وهتبقى زي الفل، والدنيا هتبقى زي الفل وجميله جدا. بس اهم حاجه الاجزاء دي ما نعديهاش، عشان دي مهمه للبيب 2. كل واحد عايز يتميز في الماس ويبقى حاجه كويسه جدا 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 فيما بعد، ارجوكم بليز تابعوا اللي هي بيتاجو الصيام دي، لان فعلا دي مهمه جدا للبيب 2. كل سنه وانتم طيبين، وهنتواصل مع بعض في الحلقه اللي جايه ان شاء الله عن جيومتريك ترانسفورميشن. ويا ريت كل واحد هيكون معايا قراصة جراف، عشان كل اللي انا هعمله احنا نعمله مع بعض. اوكي؟ كل سنه وانتم طيبين.